مالي أراك حزينا يا عثمان؟ الغربة والهجرة إلى الحبشة خير من الألم والعذاب والفتنة في مكة. بلى يا أخي، ولكنها النفس تلهج بما فيها. ولقد علمت أن أمية بن خلف مقدم في بني جمح. قاتله الله كما عذبنا، لولا أن أعتق أبو بكر بلالا لأزهق روحه. أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة، ومن دونه الشرمان والبرك أكتع. أخرجتني من بطن مكة آمنا، وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع. تريش نبالا لا يؤتيك ريشها، وتبري نبالا ريشها لك أجمع. وحاربت أقواما كراما أعزة، وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع. ستعلم إن نابتك يوما ملمة، وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. إني لا أمل يا أخي عثمان أن يهدي الله الجميع إلى الإسلام، ولكني لما رأيت من أمية بن خلف أظن لو آمن جميع البشر لما آمن اثنان، أمية بن خلف وأبو جهل عمرو بن هشام. وإني لأرى ما تراه يا أخي عبد الله. ويحهم ويحهم ما أقبح أفعالهم. يا أبي أنت يا رسول الله، ما أنت فاعل الآن؟ اللهم اعمي قريشا عنه، وضلل سعيهم، وخيب فألهم. اسمع يا عبد الله، أنا قريشي من بني جمح، أعرف أهلي وعشيرتي جيدا. ما دام بنو هاشم وبنو المطلب وسيدهم أبو طالب يمنعون رسول الله فلا خوف عليه. هلما بنا يا عثمان، أخوتنا ينتظروننا. لا أدري كيف سيلقانا النجاشي، تراه يقبل جوارنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ملك لا يظلم بجواره أحد. السلام لك أيها الملك. ولك السلام. جئناك يا جلالة الملك طلبا للحماية والأمان، بعد أن ضاقت بنا أرضنا واضطهدنا أهلنا وسادة قومنا. وماذا أنتم فيهم؟ أنا ابن سيدهم كلهم، أنا جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وقد بعث والدي لك قصيدة، أسمعك بعضها إذا أحببت. هاتي، سمعت عن شعر العرب. ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب. فهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه، أو عاق ذاك شاغب؟ فاعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم، فلا يشقى لديك المجانب. تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. بورك بوالدك يا فتى. أجل، لا يشقى في ملكي طالب جوار وحماية. اذهبوا فأنتم في جواري لا ترون إلا ما تحبون، ولا يخلص إليكم شيء مما تكرهون. بورك فيك يا جلالة الملك، بورك فيك.
ما كان علينا أن نتركهم يرحلون، والتي إن قتلهم كان أفضل لنا من أن يذهبوا إلى ملك الحبشة فيأمنوا بجواره. ماذا تقول العرب عنا؟ يا أبا الحكم، هذا أمر جلل لا يبحث هنا، وأرى أن يجتمع ملأ قريش في دار الندوة ونرى رأينا. هو الرأي، هو الرأي. قمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.